السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة مش هنعمل اكل مع بعض، لكن برضه هنتكلم على حاجة متعلقة بالمطبخ. يعني ايه هي بقى؟ قطاعة البطاطس والخضروات اللي اسم او اسمها اهي اهي نايسر دايسر بلس، حاجة كده اختراع بصراحة، بتبقي واقفة في المطبخ هي جنبك بتعملي عليها كذا حاجة. النهاردة هنعمل بقى ريفيو كده بسيط عليها، عشان هي عند اغلبنا لكن مش عارف يستخدمها او ايه، او ان هو في حاجات برضو في عارف يستخدم حاجات وحاجات لا، فاحنا هناخد كل قطعة نعرف نستخدمها ازاي مع بعض. يلا نجرب كده، بسم الله. طبعا احنا زي ما احنا شايفين كده حاجاتها كتير قوي، وكل حاجة فعلا فيها مفيدة. ده اول حاجة، ده كده السي جي بتاعها اهو، ده بيبقى ايه معاها سي جي شارح فيها استخداماتها. بس بصراحه انا ما استخدمتوش، انا قعدت مع نفسي جربت قطعه قطعه كده. مثلا هنا دي قلنا دي مقشره، او بستخدمها طبعا بقشر بيها اي حاجه، او ايه كمان ان انا ممكن اعمل منها الشيبس اهي، هتديني برضو شرايح رفيعه واحده واحده كده معاها، تديني برضو شرايح رفيعه اهي. يبقى هي دي منها المقشره، ومنها ان انا ممكن اعمل منها ايه الشيبس. طب ادي كده اول حاجه اللي هي المقشره. نيجي بقى دي كده ايه، ده مثلا ايه قطعه ايه غيار فيها، ده هو اهي. ان انا مثلا دي عندي الصوابع، ان انا اقطع اي حاجه صوابع، مثلا هنا صوابع اللي هي الصوابع البطاطس بتاعتنا العاديه، هنا الصوابع الارفع خالص اللي هي ده اللي بنجيبها، اللي هي العيدان اللي بنجيبها مع السندوتشات اهي. هحط البطاطس كده وثبتها بس، وراح نازله كده اهي، بثبتها كويس جدا اهو في السلاح اللي هنا، وراح نازله كده بالراحه اهي اهي كده. قطعت لي صوابع اهي 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 اهي، وكلها تبقى مقاس طبعا ايه واحد. احلى حاجه ان تجيب لك الصوابع كلها مقاس واحد. طيب اجي كده نيجي بقى ايه، وناجيل اللي هي الارفع خالص اللي هي العيدان بتاعتها، نجربها مثلا على ايه، نجربها على ايه جزر، نجربها على جزر. هثبت الجزريه برضو الاول اهي، وهدوس كده بالراحة اهي، نزلت لي خلاص الصوابع اهي كده اهو، عمل لي الصوابع الصغيرة دي اهي. بس طبعا عشان احنا كنا مقطعين الجزرية صغيرة. نيجي بقى تاني هنشيل ده ونحط قطعة دي بقى تاني قطعة اللي هي لو انا عايزة مثلا اقطع حاجات قطع، زي مثلا بطاطس عايزه اقطعها قطع، بدنجان عايزه اقطعه قطع، هعمله في وصفه اهي. هنثبت برضو دي كده هنا اهي اهي، وهنزل اهي قطع اهي كده، وبرضو هتبقى قطع كلها قد بعض اهي. هنثبت البطاطس مثلا كده هنا، وهننزل بسم الله. هنا دي بقى قطعة تاني، ان احنا لو عايزين مثلا عندنا كمثرى، عندنا تفاح، عند يعني اي حاجة من دي، عايزين فاكهة او اي حاجة نقطعها، هنا دي تقطعها لي على 4، وهنا دي تقطعها لي على 8. يعني انا مثلا عندي كمثرية، عندي تفاحية، عايزة اقطعها لايه على 8 احطها هنا، عايزة اقطعها على 4 احطها هنا، تمام. بس انا مش متوفر طبعا عندي دلوقتي تفاحة او كمثرى. في كمان حاجة، انا هنا لما باجي ان انا مثلا عايزه انا عايزه ده، ببقى اهو وبدوس في هنا بايه بينزل عليه. طب انا حاطه ده نفس الوضع ده، بس عايزه ايه من الناحيه دي اقطع على 4، اروح جايبه دي كده القطعه دي هنا، واروح مثبتاها، بيبقى ليها هنا اهو مكان للمسامير اهي، هنا اهي اهي الاربعه دول، وهثبتها هنا اهي كده زي كده، ثبتت اهي هنا. فهي لما هتثبت هنا هتدوس لي بقى، هتعملي زي حاجز، فتدوس لي ايه هنا اهي، تدوس هنا كده، مش هتدوس بقى هنا، هتدوس هنا كده. دي ايه القطعه دي وفايدتها ايه؟ القطعه دي بقى اللي هي المبشره، بيبقى ليها زي الكفر بتاعها ده كده عشان يحميها طبعا ايه من الصدى او كده اهو، تتركب برضو عادي هنا كده، وبقشر بقى عادي خالص كده بايديا. بس في حاجه، انا مثلا جيت في الاخر ومش عارفه امسكها، فهي في ليها اهي المسكه بتاعتها اهي، بثبت كده واروح رايحه جايه برضو ايه بيها كده، بثبتها اللي هي قطعت الشيبس او اي حاجه عايزه اقطعها ايه شيبس حلقات صغيره اهي اهي اهي. وقلنا دي القطعه اللي بمسك بيها اهي، هنشوف دلوقتي اهي، بصوا مقطعه الشيبس جميل ازاي
اهي اهي، بص مقطعه الشيبس جميل ازاي. دي كده استخدامات النايسر دايسر، يا رب ان انا اكون فدتكم. جميله جدا، وخصوصا ان احنا داخلين على رمضان هتبقى منجزه معانا في حاجات كتيره جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. عايزه اقول لكم كمان على حاجه قبل ما اختم، بس شايفين هنا ايه فايده ده؟ ده اللي هنا ده، ان انا لما باجي مثلا عملت عليها الحاجه فبيبقى فيه باقي بواقي الاكل بتاعي هنا نازله ساقطه تحت هنا، فده بدوس على الزرار من هنا كده فبيطلع لي ايه، فبيطلع لي ده كده، بيطلع لي اهو ده كده من فوق، فبيخليني ان انا ايه كده اقدر ان انا اجيب اي ايه فضلات اكل جوه. ادي ده ايه فايده ايه الزرار بتاعها ايه اللي هنا. قبل ما اختم بقى الفيديو، حابه اقول كمان ان هي فوق ان هي منجزه، وان هي ممكن تعمل اي انت واقفه بتعملي جميع انواع السلطات وانت واقفه، تحضر معاكي كل حاجه عايزه تقطعيها. غير كده ان هي كمان موفره. يعني ايه موفره؟ يعني دي تعتبر يدوي، موفره في هنقول في الوقت معانا، موفره كمان معانا، سعرها كويس قوي في فلوسها، سعرها كويس قوي طبعا عن الكاتش ماشين اللي هو ايه اللي بالكهرباء دي، كانها بتعمل لك الحاجه اللي هو بيقوم بيها كلها، بس طبعا بسعر ايه اوفر بكتير. غير كده ان هي كمان موفره، قلنا في ايه كمان، في السعر وفي كده وفي الكهرباء كمان، انت واقفه بتعملي كذا حاجه وحاجه يدوي ايه معاكي على ايدك. هي طبعا عمليه وكويسه جدا بصراحه، نفعتني كتير كتير. اتمنى بقى في الاخر كمان الفيديو يبقى عجبكم، ولو عجبكم دوسوا على لايك واشتراك لسه مشتركش في القناة، واسيبكم في حفظ الله.